لائحة الخازن، خلطة مساعي التأليف. لا قدام حنكون جسر عبور، وكان لها تأثير كتير كبير على عدد من المرشحين باللوائح الأخرى. هلأ صار في معركة كتير نسمعنا من القدامى للتيار الوطني الحر. أول شيء نحن مع العالم من سنة 84، أنا مع الشعب لأني أنا من الشعب. أنا إنسان يعني كنا نزرع ونفلح حتى نتعلم، تنبني السفارة اللبنانية بالكويت. ما كنا نعرف لا هذا سني ولا هذا شيعي ولا هذا مسيحي، وحتى الحجر جبنا لأيام من ترتيج 12 ترينا نقلوا حجار من ترتيج سفارة لبنانية بحجر لبناني. أنا ما بيهمني النيابي، بيهمني الشعب. أنا ما بدفع الشخص تقلوا انتخبني، أنا بساعد مريض بالمستشفى، عندنا سنتر طبي عم نساعدهم بالكامل، عندي صيدلية كمان عم نعطيهم أدوية، عم نعطيهم حليب أطفال لأنه في ناس ما فيها بقى تشتري حليب أطفال. يعني إذا الدولة هودي نهيت الشعب، نحن لازم نوقف معه قد ما بنقدر. المعركة للربح هو غنيمة، وللفشل يعني للسقوط فشل. نحن قد ما فينا نمشي مع الشعب، لربحنا منكون ربحنا ولخسرنا منكون خسرنا، وإن شاء الله نحن نربح بقوة الشعب. هلأ صار في معركة وقبول عند الناس، واللي بيقرر هو الشعب. أنا أحمد هاني المقداد، أنا من قرية ليسا الجبيلية قضاء جبال. أنا دارس علوم سياسية، اشتغل بمجال التجارة خارج لبنان وداخل لبنان. تحالفنا اليوم مع الشيخ فريد هيكل الخازن بجبال هي بلاد العيش المشترك، ونحن إن شاء الله بنكون لقدام حنكون جسر عبور لترسيخ العيش المشترك هيدا اللي هو بتمتاز في مدينة جبال. أنا شخصية مستقلة بالفعل، ما في قرية بتلاقيها مترشح منها واحد، فكل واحد عنده طموح وعنده خياره وعنده هدفه وعنده توجهه المستقل السياسي، فبعتقد هاي المعركة ديمقراطية، ونحن إن شاء الله خادين هالمعركة تحت شعارات وطنية. أنا مرشح شيعي صحيح، بس أنا بعتبر حالي مش مرشح عن الطائفة الشيعية، أنا مرشح عن كل الجبيليين. نحن بنحب نوجه نداء لأهلنا بجبال وأخواتنا يضلوا محافظين على العيش المشترك اللي طول عمره مدينة جبال أو بلاد جبال هي رمز لإله. هذا بالعنوان الأول. ونحن كمان بدنا نضيف أكثر من هيك، أنه نحن موضوع الجبال هو بده إنماء، إنماء يعني جبال صفر إنماء. إذا تفوت على القرى كل قرية بقريتها ما فيها شيء، يعني نحن بال 2022 اليوم أنه بتفوتي على ضيعة ما فيها كهرباء، ما فيها مي، ما فيها طرقات، يعني شيء حرمان بشكل مش طبيعي، والدولة حدث ولا حرج. وأنا كمان شخص مستقل، عندي طروحات وعندي المبادئ اللي بشتغل عليها، وعندي الرؤية السياسية اللي بشوف البلد من خلاله. مع مجموعة من الأصدقاء اللي كان بجبال أو كسروين من برا اللائحة، أكيد في كتير ناس معنا من القدامى للتيار الوطني الحر ولا الجو العوني، ضروري يصور في انتخابات نيابية، لأنه الانتخابات النيابية بتجدد الطعم السياسي. أكيد معول مش على الطائفة الشيعية بس، على كل الطوائف في لبنان. وأنا أكيد أنه منطقة جبال وكسروين بالانتخابات اللي جاية غير الانتخابات الماضية راح يكون أكيد لنا حصة كبيرة بالطائفة الشيعية الكريمة. طوني خير الله هو ابن بلدة نهر إبراهيم، ولدت من العقورة، طبيب اختصاصي في جراحة القلب والشرايين من جامعة إيطاليا وفرنسا، وحابين نفوت بالتجربة، وأنا مرشح حاليا عن معهد موروني قضاء جبال وكسروين. شعاري أنا كطوني خير الله كمستقل ليرجع قلب جبال يدق مجددا. سيد أميل نوفل حكينا عنه قبل بالليحة، هو شخص مثل خينا الكبير بدي أقليك، لأنه أول شيء عنده خبرة سياسية قديمة وكان نائب سابق، وخدماته بتحكي عنه يعني كل العالم فاخر وبركة، بس هو عطاء يعني بدون مقابل وبدون محاسبة حتى. بالرغم من أنه الطقس جيد اليوم، ما زالت الحركة الانتخابية باردة بالتأليف، حيث علمت النديم من مصادر خاصة عن أسماء المرشحين على لائحة فريد الخازن، هم فريد الخازن، شاكر سلامة، شامل روكوس، سليم الهاني، توفيق سلوم، وعن جبال إيميل نوفال، أحمد المقداد، وتوني خير الله.